في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 38 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2441 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 244 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11055 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 2631.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5040 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 93 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 86.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2881 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 746 طن. كما تم ضبط 152 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 203 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1,041,844 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 333,863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3787 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 203 سائق منهم. كما تم المرور على 27 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 134 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 132 مركبة وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 375 سيارة و72 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 1279 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها عن ضبط 1063 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1249 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3407 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3245 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1195 قضية ومخالفة أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 74,012 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 69,201,328 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 186 قضية، من بينها 107 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 47 قضية بقيمة مالية بلغت 110,252,669 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,950 قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 3,393,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,459,328 جنيها.